حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري عن ابن ابي مليكه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم